دكتور صدقيان، كنت قلت بأن السلوك الإيراني في المرحلة المقبلة مرهون ومعتمد على السلوك الإسرائيلي. قد يقول قائل، ماذا تنتظر طهران بعد إذا كانت جادة في انخراطها وحصيلة الشهداء ترتفع يوما بعد يوم؟ الموقف الإيراني يتحدد وفق القيادات الميدانية لفصائل المقاومة، سواء كان في غزة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي الآن الحماس والجهاد وبقية الفصائل تقول بأنها تمتلك الإمكانات، لحد الآن هي تقاوم وتمتلك الإمكانات الكثيرة، وأن مقاومتها سوف تستمر، ولديها ما يمكن بها مواجهة إسرائيل والقصف الإسرائيلي والهجوم والعقاب الجماعي للطيران الإسرائيلي على سكان غزة. الموقف الإيراني يعتمد بناء على هذه التقييمات. كلنا يعلم بأن السيد حسين أمير عبداللهيان عندما جاء إلى الدوحة، هو التقى المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبحث مع القادة في حركة حماس بهذه التفاصيل. الآن الموقف الإيراني يتحدد بناء على ذلك، وبالتالي إيران تقول الآن كما قلت سابقا، إيران تقول بأن إسرائيل تريد أن تجر إيران، إسرائيل تريد أن تجر حزب الله وفتح هذه الساحة، تريد أن تجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، وبالتالي من مصلحة إسرائيل أن تفتح هذه الحرب كل جبهاتها، لأنها لا تستطيع لوحدها مواجهة الفلسطينيين، مواجهة حركة حماس بما قامت به حركة حماس في طوفان الأقصى. وبالتالي من مصلحة الإسرائيلية أن تنجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، تنجر إيران لمعاقبة إيران ومعاقبة كل فصائل المحور الذي هو صديق لإيران. إيران لا تريد أن تدخل الحرب بالتوقيت الإسرائيلي، إيران تريد أن تدخل الحرب بالخيار الذي تختاره في الوقت المناسب الذي تختاره. الآن هناك قضية، لكن أليس هذا البر هو التوقيت الأكثر مناسبة يعني والأكثر قدرة على أن يحمل تبريرا لهذا الدخول الإيراني؟ إيران في كلتا الحالتين متهمة بدعم حلفائها في أوكرانيا، دعم روسيا، متهمة بدعم حماس. أليس هذا هو التوقيت الأنسب الذي يمكن أن تعبر فيه فعلا طهران عن دعمها للمقاومة؟ هذا سؤال مهم جدا، لكن الوضع معقد جدا أيضا. الوضع معقد جدا في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معقد أيضا في الوضع العربي والإسلامي، ومعقد دوليا أيضا. وبالتالي يجب أن تكون هناك حسابات، إيران تعتمد على هذه الحسابات. هناك اجتماع مفتوح بين إيران وبين كل فصائل المقاومة، بين أصدقائها في المنطقة، بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها أمير عبد اللهيان إلى المنطقة. هناك متابعة دقيقة جدا، وهناك تقييم ليس على مستوى اليوم وإنما على مستوى الساعة، بينها وبين كل فصائل المقاومة في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين. بالتالي يبدو لي بأن الإيرانيين يريدون الإحاطة بشكل كامل على كل هذه التطورات. والمهم لدى الإيرانيين حاليا، لدى طهران أقصد بذلك، المهم لدى طهران هو موقف القيادات الميدانية، سواء كان في جنوب سوريا، في جنوب لبنان، في قطاع غزة، وفي أماكن أخرى. القيادات الميدانية هي التي تحدد السلوك الإيراني كيف سيكون، وهذا يتم عبر تقدير الموقف قبل اتخاذ القرار المناسب بأي خطوة جديدة. لكن دعيني أقول، لم أستطع أن أقول هذا النقطة، بأن عملية الدخول البري أو الهجوم البري الإسرائيلي ربما يغير الكثير من المعادلة. واليوم أمير عبد اللهيان قال بشكل واضح بأنه إذا تم الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، عند ذلك إيران لا تستطيع ولا تملك أي وسيلة لإيقاف أي تطور جديد. ربما لا يمكن استيعاب هذا التطور الجديد لا محليا ولا أقليا.